السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن من موقع جوالك حياتك. معكم النهاردة علشان نشرح موضوع جديد عن التحديثات التلقائية الخاصة ببرامج اللي بتنزل عن طريق بلاي ستور. برنامج بلاي ستور في التحديثات الأخرانية أضاف ليه خاصية التحديث التلقائي عن طريق الواي فاي للتطبيقات بتاعته، ودي ساعات بتبقى خاصية مزعجة لبعض الناس. أنا واحد من الناس ديت، ما بحبش البرامج تتحدث بشكل تلقائي، بحب اختار البرامج اللي هتتحدث واحدثها او لا، لان بعض البرامج بعد ما بينزل لها تحديث ساعات بيكون النسخة او الاصدار الجديد من البرنامج اسوأ او في عيوب او في مشاكل عن الاصدار القديم. علشان نوقف او علشان نتحكم في التحديثات التلقائية عن طريق بلاي ستور، هندخل على السيتنجز، ومن سيتنجز هنلاقي اوتو ابديت. اوتو ابديت ابس لما نفتحها هنلاقي فيها مجموعه خيارات. الخيار الاولاني دونت اوتو ابديت ابس، ودي معناها لا تقم بتحديث اي برامج بشكل تلقائي. الاختيار الثاني معناه اوتو ابديت ابس ات اني تايم، ودي بتستخدم شبكه المحمول او اتصال الواي فاي لتحديث البرامج. بمجرد ما يكون متوفر اتصال بالانترنت عن طريق الموبايل وجوجل بلاي في برامج منه نزل لها تحديثات، هيتم تحديث البرامج بشكل تلقائي. الاختيار الاخير اللي هو اوتو ابديت ابس اوفر واي فاي اونلي، وده معناه هيتم تحديث البرامج بشكل تلقائي ولكن بشرط وجود اتصال عن طريق الواي فاي. للناس اللي بتحب يتم تحديث التطبيقات بشكل تلقائي هنختار اوتو ابديت ابس اوفر واي فاي اونلي، لان الاختيار اللي في النص احتمال يكلفنا او يخلص باقة الانترنت بشكل اسرع. والناس اللي ما بتحبش التحديث التلقائي للبرامج بتاعتها عن طريق جوجل بلاي تختار الاختيار الاول، وده معناه تعطيل التحديث التلقائي للبرامج عن طريق الجوجل بلاي، وبكده مش هيتم تحديث اي برامج بشكل تلقائي الا لما تحب تعمل تحديث للبرنامج بنفسك. ده كان شرح سريع للتحكم في التحديثات التلقائية من جوجل بلاي وكيفية تشغيلها او تعطيلها حسب رغبة المستخدم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل الشروحات الجديدة، واشوفكم في الشرح الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.